تدخلات لرجال الأمن الوطني مباشرة من عين دياب بمدرسة الدار البيضاء، القبض على أحد الأشخاص، كما يقول أحد الناس أنه تعرض لاعتداء ومحاولة السرقة من طرفه. وستدخل رجال الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء للقبض على أحد المشتبه فيهم. هذه الساعة دخل رجال الأمن، دخلوا ديال عين دياب كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الحادث بانسكات مباشرة من مدينة الدار البيضاء، القبض على أحد المشتبه فيهم. لحد الساعة بمدينة الدار البيضاء القبض على احد الاشخاص اللي كيقولوا انه يقوم بالسرقه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. وتدخل بطولي رجال الامن الوطني في هذه الساعه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، القبض على احد المشتبه بهم اللي حاول سرقه احد الاشخاص كما كتشوفوا معنا. التدخلات ديال رجال الامن بمنطقه عين دياب بمدينه الدار البيضاء. نحن معكم المباشر مشاهدينا الكرام من منطقه عين دياب بمدينه الدار البيضاء. اول تدخلات كما كتشوفوا معنا على المباشر من منطقة عين دياب مدينة الدار البيضاء، القبض على أحد المشتبه بهم. حاول أنه كما قال أحد الناس أنه تعرض لمحاولة السرقة مباشرة من مدينة الدار البيضاء كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. تدخل رجال الأمن الدراجين ديال كما كتشوفوا معنا هذه العملية على المباشر مشاهدي الحدث بنسكات مباشر من مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، اعتقالات بالجملة في هذه الأوان، الناس عداو على واحد الحساس، هما ثلاثة الأشخاص تم الفرار ديال شخصين وإلقاء القبض. تدخل الرجوع لرجال الأمن ديال الأنفا كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. هادشي بمنطقة عين دياب، مدينة الدار البيضاء، القبض على أحد المشتبه بهم. حاول أنه يقوم بالاعتداء والسرقة لهذا الشخص، وكانوا ثلاثة الأشخاص، ولكن هاد الشخصين لادوا بالفرار. إذا تم اقتيادهم إلى مركز ديال الأمن الوطني بمنطقة أنفا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. نحن على المباشر من مدينة الدار البيضاء، لحظة القبض على أحد المشتبه بهم في محاولة السرقة. دخلوه مخفر ديال الشرطة مباشرة من منطقة عين دياب مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، أنتم على المباشر، هذه أول عملية ديال التدخل ديال رجال الأمن الوطني مباشرة مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث بنسكات من مدينة الدار البيضاء. تم اقتياد احد المشتبه بهم، كانوا هما ثلاثة، حاولوا يقوموا بالسرقة ديال احد الاشخاص، شخصين لاد بالفرار، وتم القبض على احد المشتبه بهم. وكما شفتوا معنا المباشر تم ايداعه لمغفر الشرطة ديال منطقة عين دياب، كورنيش عين دياب مدينة الدار البيضاء. اذا كما قلنا سابقا مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث بنسكات، تدخل رجال الامن الساهرين واليقظين لاي محاولة كما كتشوفوا معنا بمنطقة عين دياب بمدينة الدار البيضاء. إذا الفرق الأمنية على أتم الاستعداد كما شفتوا معنا، سرعة القبض على هذا المشتبه اللي حاول يقوم بالسرقة ديال أحد الأشخاص، فتم إذا القبض عليه و إذا بمغفر الشرطة ديال منطقة عين دياب. مشاهدينا الكرام، مشاهدين حدث فانسكات، أنتم معنا المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط بعين دياب. رجال الامن الوطني يقومون بالقاء القبض على احد المشتبه بهم بعد شكايه احد المواطنين اللي تم الابلاغ وتم القبض على هذا الشخص. فعمليه البحث جاريه على قدم وساق للقبض على مشتبهين لادوا بالفرار، ولكن رجال الامن يقومون بواحد الدوريه سريعه للالتحاق بهم او اللحاق بهم والقبض عليهم بالتالي. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا حدث بنسكات، نحن على المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من كورنيش عين دياب بمدينة الدار البيضاء. إذا شفتوا معنا على المباشر عملية إلقاء القبض على أحد المشتبهين بعملية السرقة باستعمال العنف، ولكن رجال الأمن الوطني بمنطقة لاكورنيجي عين دياب تم إلقاء القبض على هذا المشتبه بهم، والعملية جارية لحد الساعة للقبض على المشتبهين الآخرين. أنتم على المباشر مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا أن العملية تمت بسرعة كبيرة وتم إلقاء القبض على هذا المشتبه بهم. مشاهدينا الكرام، اليوم احنا معكم
سنة سعيدة ومازال نبقاو معكم حين حين صدور أي جديد مباشرة من مدينة الدار البيضاء، بالضبط بكورنيش عين دياب كما كتشوفوا معنا. رجال الأمن الوطني على أهبة الاستعداد لاستسباب الأمن بمنطقة لاكورنيش. شتوا العملية المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث 24 مباشرة من مدينة الدار البيضاء بالضبط لاكورنيش، حيث تم اعتقال أحد المشتبهين بهم واثنين لاذا بالفرار، ولكن كما شفتوا معنا على المباشر أن عملية البحث عن المشتبهين الآخرين. إذا كما تشاهدون معنا مباشرة إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم الذي حاول سرقة أحد المارة، ولكن تدخل رجال الأمن تم إلقاء القبض على المشتبه به، وتم عملية المطاردة ديال شخصين للادوا بالفرار. كما كتشوفوا معنا جميع الفرق الأمنية حاضرة لاستسباب الأمن بمنطقة عين دياب. شاهدتوا معنا العملية على المباشر، غادي فيما كان شي جديد. نحن معكم على المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث 24، في انتظار أي جديد سنواصل معكم البث. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي في مباشر آخر في انتظار كما قلنا سابقا عملية المطاردة والبحث عن المشتبه بهم. متبعي ومشاهدي، في هذا الان خبر بما ان شدوا واحد الجوج هازين الماحيه، هما جايبينهم دابا، نتشاضروا الجوج اللي جايبين الماحيه، غتشوفوا تم القبض عليهم بطريقه عجيبه وغريبه. هما جايين. اذا ما نقطعوش معكم البث في انتظار اذا الاشخاص اللي كانوا في حاله السكر طافح، في انتظار ذلك بقاو معنا المباشر مشاهدينا الكرام. رجال الامن وكذلك الدراجين الصقور في عمليه المطارده لالقاء القبض على شخصين في حاله سكر طافح ويقومون بالاعتداء على الماره. مشاهدي الحدث 24 كنشكروا رجال الامن الوطني الساهرين وبقوه لاستسباب الامن بمدينه الدار البيضاء وبعين دياب على الخصوص. إذا كما كتشوفوا معنا عملية المطاردة لا زالت مستمرة. إذا بعد ما قلنا لكم أن رجال الأمن قاموا بمجهود كبير وتم إلقاء القبض على هاد الأشخاص اللي غادي يلتحقوا الآن بمغفر الشرطة ديال منطقة لاكورنيش ديال عين دياب. مشاهدينا الكرام أنتم على المباشر، هذه هي سنظن أن تم إلقاء القبض عليهم، وأنتم معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. هذه هي السيارة اللي قات عليهم القبض ومشتبه بهم داخل هاد السيارة ديال الأمن الوطني. إذا كما شفتوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام، وتم إلقاء القبض بزمن قياسي على هاد اللي كيروحوا الناس بمنطقة لاكورنيش. إذا تحية كبيرة لرجال الأمن الساهرين وبقوة على سلامة وأمن المواطنين.
هادو هما الاشخاص كما شفتوا معنا على المباشر المشاهدين الكرام، ما قدرتش نوريو الصور ديالهم. هادو هما تم القاء القبض كما قلنا سابقا على الشاب. اذا كما شفتوا معنا على المباشر مشاهدي حدث 24 تم القاء القبض على جميع المشبابين من طرف رجال الامن، مشكورين على المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها مشاهدينا الكرام. اذا جميع المشتبهين في هذه العمليه اللي وقعت تم القاء القبض عليهم هنا بمنطقه لاكورنيش ديال عين الدياب بمنطقه الدار البيضاء. اذا كما شفتوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام عمليه ضبط واحضار المشبابين اللي روعوا الساكنه اللي روعوا المارين ديال منطقه عين دياب. تم القاء القبض على ثلاث اشخاص وتم ايداعهم مغفر الشرطه ديال عين دياب. كما سلف الذكر تم التعرف على جميع الضحايا وتم ايداعهم المغفر، وكانوا ثلاثه الاشخاص اللي تم الاعتقال ديالهم وتم الاحضار ديالهم لمغفر الشرطه. شاهدتوا معنا العمليه الاولى ديال القاء القبض على المباشر، والعمليه الثانيه هي احضار هاد المشبابين لحد الساعه الى مغفر الشرطه ديال منطقه عين دياب بمدينه الدار البيضاء. اذا كما كتشوفوا معنا استنفار امني كبير بمدينه الدار البيضاء وبالضبط بمنطقه عين دياب، حيث تم القاء القبض على ثلاث مشبابين كانوا يقومون بعمليه السرقه واستعمال المواد ديال المحيه، التعاطي واستعمال اكيد مشاهدينا الكرام رجال الامن مشكورون يقومون بهذه العمليه ديال استسباب الامن بمنطقه عين دياب. كما كشفتوا معنا المباشر تم القاء القبض على المباشر على بعض المشبابين وشخصين لدى بالفرار، ولكن تم القاء القبض عليهم وايداع مغفر الشرطه. مشاهدينا الكرام مشاهدين حدث 24 كنت معنا على المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط بلاكورنيش عين دياب. إذا مشاهدينا الكرام نلتقي معكم في مباشر آخر دائما على قناتكم الحدث 24 مباشرة من منطقة لاكورنيش بمدينة الدار البيضاء. اعتقالات بالجملة. كما شفتوا معنا يقظة رجال الأمن التي بواسطة تمكنوا من إلقاء القبض على جميع المشتبهين. كما شفتوا العملية الأولى ديال المباشر شخصين لاذا بالفرار، ولكن في الاخير تم القاء القبض عليهم. نلتقي في مباشر اخر دائما على قناتكم الحدث 24. نبقى معكم الاخ عبد الله قال نبقاو معكم، احنا معكم في انتظار اي جديد، في انتظار هاد الحمله الامنيه اللي كتقوم بها الولايه ديال مدينه الدار البيضاء، وكذلك غادي يخرجوا دابا باش يلتحقوا بالولايه. هما خارجين معنا، ولكن ما قدروش نوري وجههم. Thank you.
اجي نكمل كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام مشاهدي على حدث فاسكار، كنتم معنا المباشر من مدينه صدار البيضاء. كما شفتوا معنا المشاهدين ديالنا ان استنفار امني كبير ويقظه كبيره لرجال الامن الوطني بمدينه الدار البيضاء بمناسبه السنه الميلاديه الجديده، يقظه كبيره وشكر خاص لرجال الامن الوطني لولايه الامن ديال مدينه الدار البيضاء الساهرين على الامن والاستتباب ديال الامن بمدينه الدار البيضاء. شكرا على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها. أبو يقدمو. أشي واحد يشدوهم كانوا فيه. ثلاثة. ياك شنو الرأي ديالك؟ تقول لنا الرأي ديالك. كيفاش كتجيك هذه العملية الأمنية ديال ممكن ندور كاميرا ماشي مشكل. مرحبا لالا. سنة سعيدة. كيفاش جاتكم هذه اليقظة ديال رجال الأمن الوطني؟ يخدموا مزيان خاصك كثر ياك باش لا ما كانش البوليس ما كاين والو سي كلا غير بيان سيغ نتمنوا لكم سنه سعيده اش تقولي للمغاربه بسنه لا ياك اذا سنه سعيده وكنشكروك على المشاركه ديالك. مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث فانسكات الى هنا نستودعكم الله في مباشر اخر بقوا معنا الليل طويل نلتقي في مباشر اخر شكرا لكم شكرا لكم.